نجلس مع أصحابنا بعد العيد والكل يسمع أغاني عادية بلا مبالغة. الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهناك من الغناء ما يرقق القلب. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اكتست السحابة. عندما يسمع ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فرق بين هذا وبين أن يسمع شيئا يعترض فيه قائله على الله سبحانه وتعالى، أو يتجاوز نطاق الأدب مع الله. فامرأة تقول لحبيبها أنا أعبدك، هذا كلام فيه مبالغة وفيه لا يصلح أن يكون مجازا وفيه إساءة أدب، أو يسب القدر، هذا كلام فيه قلة أدب ولا يجوز أن نستمع لما كان كذلك.